وللحديث عن استمرار سياسة الاغتيالات ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق وعجز الحكومة عن محاسبة قتلة المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. ذو الشهيد تحسين أسامة أكدوا أن قتلة ابنهم أطلق سراحهم بمكالمة هاتفية، والسيارة التي اغتالت تحسين لا تزال تجوب شوارع البصرة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني سيدتي الكريمة، هو واضح جدا بأن هنالك تواطؤ من قبل القوات الحكومية في البصرة مع هذه الميليشيات التي تقوم في عمليات الاغتيال. يعني حتى على مستوى رئيس حكومة الكاظمية كان هنالك يعني لوم واضح بالنسبة له لهذه القوات، كان يسأل متسائلا، يعني ومن الغرابة أنه كان متسائلا بأنه كيف هذه السيارات يعني تتجول من دون أن تستطيعوا أن توقفوها، وكان كلامه موجه للقوات الأمنية مشتركة مع المرور والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش. فسيدتي الكريمة، واضح جدا بأن هنالك تواطؤ من قبل القوات الحكومية، وهذا التواطؤ هو الذي سمح لهذه الميليشيات بأنه تستمر في عمليات القتل حتى الآن. هناك صعوبة في مسك أو الحد من السلاح الذي بيد الميليشيات، كيف يمكن أن تتحرك الأجهزة الأمنية لمسك السلاح وحصره في يد الدولة؟ يعني بالمرتبة الأولى يجب أن تكون هنالك تسمية حقيقية لها، يعني أن نسمي الأمور بمسمياتها، أن تتم تسمية المجرمين والقتلة بمسمياتهم، وهي ميليشيات كحزب الله وغيرها. لكن الحكومة اليوم لا تستطيع حتى أن تسمي هذه الميليشيات بمسمياتها، لذلك تعتبرهم قوات خارجة على القانون، قوات مسلحة تمتلك سلاح خارج الدولة، ولا تسميهم حتى بالإرهابيين. طبعا أنه تسميتهم بالإرهابيين وتسميتهم بالتسمية الصحيحة كمجرمين وقتل للناشطين والمتظاهرين، هي هذه المرحلة الأولى، من بعدها ستتم هنالك المحاسبة. نعم، كيف تنعكس هذه الاغتيالات على حريات الرأي والتعبير في العراق والاستقرار الأمني؟ يعني سيدتي الكريمة، هي بالدرجة الأولى هذه العمليات هي هدفها أنه تكميم الأفواه، وهدفها أنه منع هؤلاء الناشطين والمتظاهرين من التعبير عن ما يجول في خاطرهم في معارضة هذا النظام، لكن بالنتيجة لن يفلحوا، لكون أنه هذه عمليات الاغتيال أنتجت هنالك انتفاضة كبيرة في الناصرية مثلا وفي محافظة واسط، تم تهديم مقرات لأحزاب كبيرة، محافظة البصر نفسها تشهد اليوم غليان كبير جدا، غليان شعبي. فهذه سيدتي الكريمة هي مواجهة ربما سوف تأخذ مساحة من الوقت، لكن على الحكومة أن تحدد موقفها الآن، هل هي مع الميليشيات أو مع المتظاهرين والشعب. صحيفة لاكخوا الفرنسية قالت أن ضحايا عمليات الاغتيال تلقوا تهديدات بالقتل من ميليشيات مرتبطة بالأحزاب، ولذلك استنتجت الصحيفة بأن هوية الجنات واضحة. كيف يمكن أن يتدخل القضاء انطلاقا من هذا الاستنتاج حول هوية الجنات وتهديدات التي تلقاها المتظاهرين الذين تم اغتيالهم؟ يعني سيدتي الكريمة، الآن نحن نمر بمرحلة وعود من قبل الحكومة ومن قبل مؤسسات هذه الحكومة سواء كانت أمنية أو قضائية، بوعود بمحاسبة الجناد وإلقاء القبض عليهم ومتابعتهم، لكن هذه الوعود حتى الآن لم تصل إلى هدفها. لذلك المجتمع العراقي اليوم يترقب من هذه الحكومة ومن هذه الوعود، أنه كون أنه الجميع تقريبا يعرف هذه الجهات أنه جهات مرتبطة بالميليشيات، جهات مرتبطة بميليشيات الحشد الشعبي أصلا، سواء كانت في محافظة البصرة أو الناصرية أو في بغداد، لكن هل ستتمكن هذه الحكومة والجهاز الأمني والجهاز القضائي من أن تقيم هنالك عدالة وأن تلقي القبض على قتلة الناشطين وتنهي هذه الفعالية؟ هذا ما ينتظره الشارع العراقي، واليوم ما موجود هو مجرد وعود، لكن ننتظر أن تكون هنالك عمليات على أرض الواقع. بالمقابل، إذا تحدثنا عن المتظاهرين، إلى أي مدى
ما يزال لديهم نفس العزيمة لمواصلة رفع المطالب التي بدأوها منذ انطلاق ثورة تشرين؟ يعني سيدتي الكريمة، هو بالأمس تم وصلت السقف إلى السقوف العليا، تم تهديم مقرات في محافظة الناصرية وفي محافظة واسط، يعني هذا أعلى سقف قد يصل له المتظاهرين. المتظاهرين اليوم هم عازمين على أنه الاستمرار في هذه الثورة، يعني في أي وقت ممكن هنالك أن تكون هاشتاغات أو دعوات وتتضاعف هذه الآلاف إلى مليونيات. فسيدتي الكريمة الثورة مستمرة، الثورة قائمة، ولذلك تجد بأن هنالك ردة فعل من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذه الأحزاب بمحاولة كبح جماح هذه الثورة. وفي الطرف الآخر نجد بأنه الحكومة إلى الآن اليوم لم تحدد قرارها، هل هي مع هذه الميليشيات أو مع الطرف الشعبي أو طرف الثورة، ويجب أن تحدد موقفها مبكرا. شكرا جزيلا لكم الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين.